الستارز اللي معايا جاب اخره وخلاص رايح اجيب واحد جديد عشان ابدا بيه الموسم، وهوريك الستارز اللي انا جبته في اخر الفيديو. عديت بقى على المكان اللي في المواطفه شارع 9 جنب عمارات الكهرباء، دول السبع فروع للمكان، مكان اسمه مودرن سبورت. وهنا بقى كنت دخلت المكان، وزي ما انتم عارفين المكان ده اللي بجيب منه على طول حتى لو اي ادوات رياضيه ثانيه. اول الستارز بقى لفت انتباهي هو الفينتوم جي اكس، طبعا مش هينفع اقول الشركه عشان الحقوق والفيديو ما يتحذفش، بس انتم طبعا اكيد عارفين. اول ما مسكت الجزمه كده حسيت ان مشيتها حلوه جدا، حرفيا الديزاين بتاعها جامد قوي، وكمان عاملين حركه حلوه قوي ان السنون بتاعه الجزمه صغيره فتبقى كويسه قوي للصناعي، لان اغلبنا بيلعب صناعي. والجزمه دي بقى عامله 1900 لو بوت برقبه يعني، و1850 لو قط. ونيجي بقى للاير زوم اللي هيبقى عليها خصم لاي حد يجي من طرفي، هتبقى 1450 بدل 1550. والجزمه دي مهمه جدا للهافات والمهاجمين. ونخش بقى على البريدتور اللي جامده قوي لاي حد بيلعب نص ملعب، وكمان كويسه للحراس، في منها مقاسات من 40 ل44، في كمان كل الالوان دي منها. ونخش بقى على اكس بي اللي اتلعب بيها كتير في كاس العالم، الجزمه دي اللي لعب بيها ميسي، ودي اكتر واحده عجبتني وعامله 1200. ودي بقى الحاجات اللي في المتوسط، والاسترجات دي خامتها حلوه جدا سواء النوع ده او النوع ده. الاسترج عامل 660، في حاجه بسيطه خالص ممكن تبدا بيها هتمشي الدنيا معاك، عامله 275. خش بقى على الترتان والاشياء الخماسي، دي الاير زوم وخامه كويسه جدا هتستحمل معاك اللعب الخماسي بتاع كل يوم، وعامله 1390. ودي بقى الميركريال بس حاجه بقى في المتوسط وبرده كويسه، وعامله 790. وقبل ما اختار الجزمه بتاعتي بقى اخترت في الاسترج الفيوتشر ده اللي بتاعت نيمار، وكانت عامله 1200. وكان في بقى برده منها الالترا، ودي بتتميز ان هي خفيفه جدا وانصح بيها للباكات، عامله 1450. ودي بقى الجزمه اللي عجبتني قوي وحسيت ان هي تبقى كويسه جدا لنص الملعب فاخترتها، الفانتوم جي اكس. وانا بقى كنت بقيسها وشفت البسها في رجلي عامل ازاي، بس كانت مريحه جدا الصراحه. واستنوا بقى فيديو تقييم ليها في الملعب، توقعوا بقى تاخد كام من 10 في الملعب، قول لي في الكومنتات. وخدت بقى معاها الشراب السيليكون ده كان حلو جدا، واحسن حاجه بقى في المكان ده التعامل الصراحه، واستاذ كريم بقى من الناس المحترمه كانت موجوده في المكان. خدت بقى الشنطه دي مع الستارز، وبرده بقى كان عندهم كل المقاسات الصغيره الستارزات، يعني ما تقلقش هتلاقي كل حاجه هناك. وده برده باقي الفروع، وعندهم شحن لجميع المحافظات.